الذي كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور دي في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطة النور. لم يكن هو النور، بل يشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون المسلمين. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة حقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه أن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. ومن لي نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة، لأن الناموس لموسى أعطي، أما النعمة والحق فبالمسيح يسوع صار. الله لم يرى أحدا قط، الابن الوحيد الذي هو في حد الآن هو خبر. بارك الله كلمة الله. في الأسبوع الماضي كنا بنتأمل في هذا الجزء بالذات خاص بالتجسد، والكلمة صار جسدا. الكلمة اللي هو شرحها هنا، الكلمة الذي كان عند الله، الذي كان هو الله، الكلمة الأزلي الأبدي، فكر الله، قلب الله نحو الإنسان، إرادة الله تكلمت تواصلت إلينا، إرادة الله فكر الله ابن الأزلي تواصل إلينا بالتجسد، جاء إلى العالم عشان نشوفه عشان نلمسه. التجسد هو وسيلة التواصل، تواصل فعال زي ما شفنا في الأسبوع الماضي. هذا التجسد جاء بنعمة، جاء بنعمة إلى الإنسانية، جاء بنعمة إلينا. بيقول أن المسيح الكلمة المتجسد هو مملوء نعمة وحق، ومن ملئه نحن أخذنا ونعمة فوق نعمة. وشفنا أول جوانب هذه النعمة في الأسبوع الماضي، اللي هو نعمة الفهم والبصيرة. إزاي نحن رأينا في المسيح إعلان جديد حقيقي، نور جديد على أن الله، من هو الله؟ الله اللي كان يعتبر مختبئ إلى حد كبير، الله الذي تكلم قبل بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، لكنه ما كانش معلن بالوضوح اللي يحتاجه الإنسان. فأعلن الله، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، التجسد في المسيح الذي جاء إلى العالم. ورأينا في المسيح مجد الله، رأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مجدوه نحن. عرفنا كمان إزاي رأينا الله، رأينا ما دعم الله الإنسانية، رأينا في المسيح النموذج والمثال للحياة التي دعينا وخلقنا وفدينا لكي ما نعيش. حياة يسوع مثال لنا جميعا. النهارده عاوزين نشوف أيضا جانب آخر من جانب النعمة في التجسد. بيقول الجزء اللي قريناه هنا: وأما كل الذين أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. اللي ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. هنا بنشوف جانب آخر من النعمة. أي نعمة؟ بيتكلم هنا عن
الشعب قديم، ربنا لما تكلم الى الشعب واخرجه له وعد اللي مع ابراهيم ويعقوب واسحاق والتعاملات الالهيه وعلى الجبل وفي البريه، كان الاعلان تكونوا لي شعبا وانا اكون لكم الها. انما هنا بيتكلم عن بعد ديني، مش بس مجرد شعب، بيتكلم عن اعطاهم سلطانا ان يسيروا الولاد. البنوة هي بيتكلم عن ما اسلوب حياة، بيتكلم عن نوعية حياة، بيتكلم عن حياة مشبعة. احنا كلنا نتيجة للخطية والسقوط بحال الانسان انه عنده نقص في جوانب اساسية وجوهرية في داخله غير مشبعة ناقصة. المسيح عبر عنها مثلا لما يتكلم مع السامريه اللي راحت لتستقي، وقال لها ان كل من يشرب من هذا الماء يعطش. عاوز يقول انه الحياه اللي في العالم، الحياه الماديه وحتى ايضا العلاقات الانسانيه اللي موجوده فيها لا تستطيع ان هي تعطي الاحساس الكامل بالشبع والارتواء والاكتمال. الماء الذي انا اعطيه يصير فيه ينبوع، ينبع الى حياه ابديه. بيتكلم هنا عن حياه مرتويه. فكره الينبوع بتعبر عن حياه بتفيض، زي الينبوع اللي بيفيض من تلقاء ذاته. الينبوع بينبع مياه باستمرار. فعاوز يقول انه حياه الانسان، حياه السامريه، حياتي وحياتك تصبح حياه فيها رقي مستمر، فيها شبع مستمر. الحياه تبقى مشبعه. عشان تبقى مشبعه هي محتاجه عدة امور. الامر الاول هي محتاجه غفران. ليه انا وانت اوقات كتير مش بنحس بالشبع ده؟ لان في شعور بالذنب. الذنب اللي بيخليني انا حاسس ان الحياه مش طعم. الذنب عامل زي حاجه بتاكلها ولا بشربها مره. المراره دي موجوده جوانا بسبب اللي بنعمله، بسبب حياتنا، بسبب اخطائنا، بسبب بعدنا عن ربنا، بتخلي الحياه فيها مراره. حتى اوقات كثيره يعني ألذ اللحظات اللي يمكن نقضيها في الدنيا، لكن فيها بتحس بعدها في مراره. لانه الاحساس بالذنب هو بيدي هذه المراره. انا حاسس في حاجه غلط، في حاجه ناقصه، في حاجه جوهريه. انا مفتقد لشيء جوهري، في مراره. مفيش احساس بالسلام. النفس من جوه فيها مراره، فيها اكتئاب، فيها انكسار. احساس الذنب هو اللي بيعطي هذا. وده ممكن يبقى ليه تبعات كثيره جدا على الجسد وعلى النفس وعلى الروح. احساس المراره ده، احساس الذنب ده. وفي رجل مفلوق لما نقرا قصته اللي جابوه اصحابه ودلوه من السقف الى المسيح. ويقول الكتاب ان ولما راى ايمانهم قال له مغفوره لك خطاياك. ربما اول وهله انت لما نقرا، وربما كمان حتى يعني الناس اللي جايبين هذا الرجل المفلوج لاول وهله يحس بانه مش هو ده يعني اللي كنا بنبحث عنه. احنا جايبينه مفلوج، عاوزينه يشفى.
لكن المسيح يتعامل مع الجذر بتاع المرض، بيتعامل مع السبب الحقيقي، بيتعامل مع احساس ذلك الانسان بمرارة الحياة نتيجة احساسه بالذنب، وبيريحه من الاحساس بالذنب هذا، بيقول له مغفورة لك الخطية. في الغالب ده كان احساس ذلك الرجل، واحساس ايضا الشعب المحيط بالمنطقة اللي عارفين الراجل اللي هو انه في الغالب المرض بتاعه ده ايه؟ عقاب، تأديب من الله. واي واحد مننا انا وانت نتيجه اخطائنا المختلفه والعديده، احنا بنحس اوقات كتير ان ظروف الحياه عندما تكون صعبه وقاسيه ومؤلمه بيستولي عندنا الاحساس بالذنب، لانه ربما ما نعانيه هو نوع من العقاب والتأديب. ولهذا تبقى الحياه ما هياش مشبعه. المسيح بيقول له انا مش عايزك تفكر بالطريقه دي، انا عايزك تعرف ان ربنا بيحبك، ان ذنوبك ما توقفش حد بينك وبينه، مغفوره لخطاياك. يسوع بيحل من الشعور بالذنب، مغفوره لخطاياك. خلي بالك من حاجه، تكمله القصه بتؤكد هذه الفكره، لأن لما قال له مغفورة ليك خطاياك، الناس قالت جواهم كده، من هو هذا الذي يغفر خطاياي؟ مفيش غير ربنا وحده هو الذي يغفر الخطايا. كان المسيح كمل وقال لهم عشان تعرفوا ان لابن الانسان سلطان ان يغفر الخطايا، قال للمفلوج قم وامشي. خلي بالك من اللي بيقوله المسيح، لكي تعرفوا ان لابن الانسان سلطان ان يغفر الخطايا، قم احمل سريرك وامشي. انه النتيجه بتاعه الذنب الخطيه قد ازيل، لان الذنب قد غفر. أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله لأنه قد غفر الخطايا. لهذا زي ما قلنا الأسبوع الماضي أن الجزء اللي هو دي مقدمة، بعد كده بياخد يوحنا هذه المقدمة ويشرحها بصور عديدة من حياة وتعاليم المسيح. بيقدم في المقدمة ملخص، وعلى مدى بقية الإنجيل يقدم شرح تفصيلي ازاي المسيح بيحقق هذا. عشان كده اللي يكمل بعدها لما نيجي نقرا عن يوحنا المعمدان، يوحنا يذكر ان المعمدان لما راى يسوع قال حوذا حمل الله الذي يرفع خطيئات العالم. من الشعور بالذنب. الأمر الآخر، البنوة دي نوعية الحياة، الكواليتي بتاعت الحياة، حياة مشبعة من الآخر، حياة مشبعة لأن فيها اختبار حقيقي لله ولقوة الله في حياة الإنسان اللي بتظهر بصور مختلفة. أول واحدة منها شبع نابع بالامتلاء بالحب. كلنا بنشوف ذات الغرض عن النفس، نشوف حد مضطرب نفسيا شوية، شاطر مع مرض يعني، لكن تصرفاته كانه عاوز يقول انا في حاجه نقصاني، في حاجه في نشأتي ما شبعتش منها كفايه،
أنا لما طلعت ونشأت سواء ما بين أسرتي ما بين أصدقائي أنا ما خدتش حب كفاية. عشان كده الإيه بيعمل إيه؟ بيشحت الحب للناس. حاسس بإنه قيمتي أقل، أنا لأني ما اتحبتش ما اتقدرتش كفاية، لأني ما اتحبتش حاسس إني ملياش قيمة وقدرة على العطاء، فتلاقي ناس تنسحب من المجتمعات أو تلاقي ناس بتحاول هي تثبت نفسها بطريقة فيها أجريسيفنس. هو بيحاول يلفت النظر لأنه هو حس على مدى سنين وهو صغير إنه ما حدش شافه كفاية، ما حدش لاحظه كفاية، ما حدش قدره كفاية، ما حدش حبه كفاية، ما شبعش في الحب. في نقص في الحب. وأنا وأنت ما نقدرش نعيش من غير الحب. أنا وأنت محتاجين إلى جرعة كافية من الحب. لو خدت أقل من الجرعة دي أنا ببقى مريض. زي واحد عنده أي مرض معين، لو خد حتى العلاج لهذا المرض، لكن جرعة ناقصة من هذا العلاج ما بيخفش. وأحيانا المرض يصبح مزمن. لأن العلاج بيصبح ملوش تأثير، والمرض نفسه والميكروب بيربي نوع من المناعة تجاه الدم. ونلاقي واحد مننا كبر ولما يجي يتحب، خدت بالك بقى ربة المناعة، لما يجي يتحب مش عارف يفسر انه هذا حب، ويبتدي يفسره غلط انه ربما في اغراض، انا بحاول اوصل لحاجه، بحاول استفيد منه، لا محبتي مش خالصه، لا محبتي مش كفايه. ليه؟ مش عارف قلت لكم الحكايه دي ولا لا، انا اجرى تجربه ايام الحرب العالميه على مجموعه من الاطفال اللي اهليهم توفوا في الحرب، فعملوا التجربه بحيث ان وضعوا الاطفال دول في حد مرض بحيث انه لا تلمسوا يد انسانيه. اعطوهم الغذاء والطعام اللي بيحتاجوا ليه، لكن من غير ما يبقى في لمسه اليد الانسانيه الحنين حبنا، من غير ما يحسوا بالاحتضان والحب. خلال 3 أسابيع جميع اطفال التجربه دي ماتوا. هكذا انا وانت بهذا المدى نحن احتاج الى الحب. المشكله ان الجرح اللي انا محتاجها مش بيقدر يدهاني الناس اللي حواليا، مش بيقدروا مهما كانوا محبتهم واخلاصهم واهتمامهم وعنايتهم ورعايتهم، مهما كان بابا وماما واخويا واختي، مهما كان اصحابي، مش بيعرفوا يدوني الجرعه الكافيه من الحب، لان هم ناقصين، لان هم بشر، لان هم لسه عندهم جذور من الذات والانانيه، وعشان كده حبهم بيبقى مش مشبع، مش كافي، بركلي وراه لكن مش باخد اللي محتاجه. التجسد لنستقبل نعمل عن الحب. اللي يقدر بالحقيقه انه يملى هذا النقص والفراغ اللي في اعماق الانسان، مش بس الجرح، ويداوي جراح الماضي، يشفي النفس اللي كانت حاسه انها ما اتحبتش، انها ما اتقدرتش، انها ما اتقيمتش، انها ما خدتش حقها في الدنيا وفي الحياه من الناس. الحب الالهي يملا، يداوي ده، يشبع ده.
محمد رسول. ونقرا يبدو انه نشا في عائله طبيعيه. اتحب من ابوه وامه واستؤمن على جزء من البيزنس بتاع ابوه. هو كان عنده بيزنس سيت مراكب. وكانت عائله الى حد ما ميدل كلاس فاميلي. فما كانش عندهم احتياج مادي او ضيق مادي. عائله ميدل كلاس يعني عائله متوسطه اجتماعيه عندها الكافي. ومن عائله عاديه. بس يوحنا واخوه يعقوب نلاقي انه في حاجه الحب ده ناقص عندهم. عشان كده نبص نلاقي في موقفين معينين نلاقي ان تصرفات يوحنا تصرفات واحد بيقول انه جوه ما شبعش ما تلينش من جوه ما تلينش من حب. فالقلب كان ناشف جامد متحجر. فردود افعاله كانت ايضا قاسيه. فاكرين لما كانوا جايين داخلين قريه للسامريين عشان يعدوا للمسيح ولم تقبلهم وانا الاقي الضيق ده الغضب ده النقمه اللي في داخل قلبي يوحنا ويعقوب ويقولوا للمسيح نطلب نار من السماء عشان تاكلهم. واخدين بالنا من روح الغضب والنقمه دي جايه منين؟ من قلب ما تحبش كفايه. فبقي جامد قاسي اشف. وممكن الواحد يتخدع ويبقى فاكر ان اللي بيعمله ده هو يعني عمل قيم دوك يعني عمل له لمكانته لاهميته. ده حاجه لاجل المسيح لاجل اسم المسيح لاجل مجد المسيح لاجل تثبيت وتنظيم الامور لاجل وضع الامور في 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 مكانها. المسيح بيقول له مش عارفين النقص الروح اللي جوه. لا هي مش روح حب حقيقي لان الحب ناقص. وبنلاقي انه التجسد عالج هذه المشكله عند يوحنا مع الوقت مع علاقته بالمسيح مرحله بعد اخرى يوم ورا الثاني موقف مع الاخر. يوحنا الناشف ده قلبه ناشف وجامد. يوحنا بيغير. لما جاله برضه هو واخوه يعقوب مع والدته اللي هي قريبه ليسوع من ناحيه العذراء مريم. وبعد بيقولوا له يعني متى جئت ملكوتك يبقى واحد مننا عن يمينك واحد مننا عن يسارك. هنا ايه؟ هنا الذات. الانسان اللي شبه بالحب وحس خلاص ان مفيش علامه استفهام عن مكانته عن اهميته وعن قيمته ما بيجريش ورا المركز والسلطه. ده ما عنده شعور بالامان جواه. اللي ما عندوش شعور بالامان جواه بيجي ورا هذه الاشياء لعلها تديله هذا الشعور بالامان. نلاقي يوحنا اتغير. ويوحنا بعد كده اصبح يوحنا اللي بيكتب لنا الرساله الانجيل دوت. ويقول لنا انه هكذا احب الله العالم حتى مثلا يوحنا بعد الصليب والقيامه ومعيشته مع المسيح بعد الصليب والقيامه بيرجع ويفكر ويدرك المزيد عن ابعاد الحب الالهي ليه ويقول واو هكذا احبني لهذا المدى احبني بلا حدود احبني بلا تضحيه كامله ليس لها حدود احبني. نفس الموقف مع واحد زي بولس. بولس اللي كان شاول متدين لكن نلاقي انه الناموس وحرف الناموس شجع في داخله
شجع في داخله التزمت والفريسية، لأن هو كان فريسي. التزمت والفريسية دي خليته جاهز، خليته يتعامل مع ربنا بحرف الكلمة مش بروح حب الله. وعشان كده أصبح بولس مضطهد للكنيسة. لما بولس أدرك أن يسوع المتجسد هذا اللي مصلوب على الصليب هو المسيح، هو المسيح المنتظر المنتظر، بولس اتغير. بص بولس يقول ايه؟ الذات بقى راحت فين؟ يقول مع المسيح سلمت. بل المسيح يحمل، لأنه ليس لي بري الذي في الناموس، لكن البر اللي من الله اللي أحبني في المسيح يسوع. والمتدربين من كان بنعمته في المسيح الذي أحبني حتى حتى دي مضافة، لكن يعني ايه؟ عاوز يقول بولس الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. بولس بيرجع ويفكر ويدرك ويستوعب مدى الحب الالهي ليه في المسيح. لان بولس ما كانش قادر يتصور ان ممكن ان المسيح يصبح انسان ملعون، المسيح يبقى محتقر، المسيح ربما لابد ان يكون مكرم من ربنا، فقاوم ورفض المسيح ورفض اتباع المسيح لما اعلن لي انه هو رب. كسر الكبريات والسلامات وارتوى الحب لله. ونلاقي اللي كان متزمت ده، كان قاسي ده، كان حرفي ده، نلاقي بولس يحب لدرجة إن يكتب لكولوسوس يقول لهم إيه؟ يقول لهم أنا بحبكم قوي. أنتوا مش عارفين بحبكم قد إيه؟ حتى وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل. فليكن. لا أبدا. ما تفرقش معايا. حبكم الأقل ما بيأثرش في حبي ليكم. جايبه منين؟ جايبه من فيضان هذا الحب الالهي اللي امتلى بيه وبيمتلي بيه كل يوم، من ينبوع الحب اللي قاله المسيح ينبع 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 في حياه الانسان. التجسد بيجيب لينا نعمه الحب الالهي اللي تخلي الحياه مشرقه مريقه مستنيره. وانا بتعامل معاهم قد ايه بحبهم، قد ايه بقضي وقت معاهم، يا ترى انا يا ترى بيستقبلوا حبي ولا انا بقول لهم بحبكم بس هم مش مستقبلينه. في شاب باباها رجل اعمال ناجح ومثل ايضا كان عندها بزنس، وبعد في العيد بيسالوها عاوزه ايه؟ يحس بيا ويعيش معايا.
ان الله عايش معانا. عايش معانا. مش بيقول لي من السماء يا حبيبي محتاج ايه؟ اطلب، ارفع صلوات، يبعت لي اوردر دليفري. بالطلبات اللي انا طلبتها واحس زي البنت اللي هي ان ربما عندي اللي بحتاجه لكن ما عنديش حد قريب. ربنا بيقول لي في التجسد انا معي، انا شريكك في الحياه في كل مراحل الحياه. انت بص بس بص بص انا حولك. بولس يقول الرب قريب. مش بس عمانوئيل بمعنى اللي الله معنا يعيننا في ظروف الحياه الصعبه، مش بس كده. عمانوئيل اللي معنا في ظروف الحياه الحلوه يحتفل معانا ايضا بيه. تخيل معايا انت بتحتفل بنجاح من غير ناس حواليك. بتحتفل بمركز جديد، بترقيه جديده من غير ناس حواليك. بتحتفل بعيد ميلادك الجديد من غير ناس حواليك. مش طعم. الاحتفال ملوش طعم. النجاح ملوش طعم. من غير شركة الناس وفرحة الناس معاك. التجسد بيقول لي أنا معاك. أنا معاك صدقني أنا معاك. كتب في كتاب هو بيشرح الجزء اللي بيتكلم عنه الرب يسوع لتلاميذه، كان بيقول انا الكرمه الحقيقيه وانتم الاخصام. اثبتوا فيا وانا فيكم. هنري نوين بيقول كلمه اثبت وده الحقيقه. الكلمه نفسها بتعني السكنة. السكنة الإقامة زي سكنة في بيت، تقيم في بيتك. لما بيقولوا اثبتوا فيا بيقولوا اسكنوا فيا، أقيموا فيا وأنا أقيم فيكم. وعشان كده هنري نوين قال نقدر نترجم الآية اللي هي بتاعة اثبتوا فيا وأنا فيكم، ممكن نترجمها بطريقة تانية. ممكن نقول اسكنوا فيا وأنا أسكن فيكم. أقيموا فيا وأنا أقيم فيكم. بيقول إن يسوع هنا بيدعو تلاميذه إنهم يقيموا في بيت المحبة بتاعه. على طول. مش في أوقات، مش في مواقف. لكن على طول مقيمين في بيت المحبة. عشان كده لقي المسيح في نفس الجزء ده كمل وقال اثبتوا في محبتي. سكنة دائمة مستمرة في جو الحب الإلهي. يشبع النفس ويداري كل جراحها الصادقة ويلين القلب اللي نشف ويبقى زي الاسفنجة اللي اتملت الحب. فدائما حتى تحت ضغوط الحياة تعمل ايه؟ بتطلع من اللي شربته من الحب ده. اثبتوا في محبتي. نوعية أخرى من الحياة. أمر ثالث. حياة مثمرة. الإنسان اللي حس بالراحة الضمير نتيجة لإحساسه بغفران الخطايا ولا أنا أدينك مغفورة لك خطاياك أنت ابني. برات انت محبوب قوي، انا معاك، عيش في بيت حبي، هدي لك حب كل لحظه، انا هشبع قلبك بالحب، هتفهم اكتر واكتر مع كل يوم قد ايه انت محبوب، قد ايه انت غالي.
فعلا قد ايه انت عزيز، قد ايه انت مهم، قد ايه انت قيد، بغض النظر عن رسائل الناس. النفس دي بتكره نفسي وتذمرها وتذمرها. المسيح ده اللي قصد محمد لما جه وقال له بيترجم هذه الكلمات في اصحاح 15 في تعليم المسيح في نفس الجزء اللي هو انا الكرمه الحقيقيه وابي الكرام وانتم اخصان، اللي يثبت فيا وانا فيه ياتي بثمر كثير. ثمر كثير. الثمر هنا مش بيتكلم المسيح عن انشطه، مش بيتكلم عن اعمال خدمه، لا لا، هو بيتكلم عن الثمر. برضه هيقدر يقول انه حاجه جميله جدا، بيقول في فرق بين الثمر والنشاط. الثمر من نوعيه البذره، نوعيه البذره نفسها، نوعيه الشجره، نوعيه النبات. انما النشاط البرامج ممكن ما تكونش خالص من النوعيه، يعني انا بشتغل في مصنع بنعمل كمبيوترز، انا مش كمبيوتر. بنعمل اجهزه منزليه، انا مش كيتشن ماشين، لكن انا بنتج كيتشن ماشين. فالاعمال والانشطه والبرامج ملهاش علاقه بانا مين، لكن اللي ليها علاقه بانا مين اكتر ايه؟ الثمر. الثمر من نوعيه الكائن. والمسيح حافظ لتلاميذه، انتوا لما بتشبعوا بالحب ده وانتوا حاسين بربنا اللي راضي عنكم بيحبكم وغفر لكم وانتوا غاليين عليه واولاده قريبين جدا منه، حياتكم تبتدي تثمر ثمر من طبيعه الله. يقول من ثمارهم تعرفونه انهم دول اولاد الله. من ثمارهم اي ثمار؟ ثمار الحب، ثمار اللطف، ثمار الصلاح، ثمار الوداع، ثمار الايمان والامانه والاخلاص، ثمار التعفف، ثمار الروح. روح جديده، روح الخليقه، الحياه الجديده. اما الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. دول خليقه جديده. يقول الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل، مش الميلاد الجسدي ده هو، لكن ميلاد اخر من الله. والطبيعه الجديده اللي هي الميلاد الجديد ده هو اللي يعيش في جو الحب الالهي ده هو، البيئه بتاعه الحب الالهي هتخلي الطبيعه الجديده، الكيان الجديد، الولاده الجديده اللي هي تكبر وتنمو وتثمر من طبيعه الحياه الجديده. ويبقى فيها خصائص الملكوت. بس كويس ركز بس على الايه بس في ثلاث حاجات. يقول ان ملكوت الله هو بر وفرح وسلام. بر، طبيعة جديدة، كل ما تمني بالحب الإلهي ما تبقاش أنانية ولا مغرورة ولا متكبرة ولا بتجري ورا الذات، وتبتدي تعيش مع الناس، تعيش مع الناس، تعيش نفاقهم بقيمتهم بمكانتهم بحقوقهم، تحبهم تديهم الحقوق عدل، وتقدر كل انسان ويطلع منك اعمال الرحمه والشفقه والحنان واللطف، يسلك السلوك المستقيم. لانه ايه هو البر؟ ايه هي الشريعه؟ ايه هي الوصيه؟ هي عباره عن حب. يقول الكتاب كده ان الناموس كله في كلمه واحده يكمل، هي الحب. لو حبينا نبقى عايشين الوصيه بكل ابعادها
الحريه فعلا هنعرف نعيش الوصيه بكل اقواتها لربنا وللناس. ما لو كنت الله بدر ثمره طبيعيه للنفس والقلب اللي استريح من شعوره بالذنب والإنسان يبتدي يعيش بقى في ظروف الحياة بغض النظر عن اللي بتجيبه الحياة من ظروف جيدة وغير جيدة، بغض النظر عن الموجب علة ووطية، نجاح أو فشل، صحة أو مرض، نجاح أو خسارة، بغض النظر فهناك مش مرتبط بظروف الحياة. فرح الملكوت. فرح الله مسيح بالروح كلمتكم بهذا. لكي يثبت فرحي. فرحي فيكم. مش الفرح نبع من ضحكة ونكتة. فاين. مفيش مشكلة. مش غلط. لكن مش بتدوم. ومش عميق. لكن الفرح بتاع ربنا فرح في الاعماق مفيد، وتلاقي الانسان مبتهج وجهه مغشوش مش مكشر حتى لو كانت ظروف صعبة، وجهه بيلمع بفرح، عينيه فيها بريق فرح، فرح الهي. يقول عنه بطرس فرح لا ينطق به ومجيد. حتى بطرس بيقول الكلام ده حتى في الادب، حتى في الضيق، حتى في الارتباط. فرح لا ينطق به ومجيد. يقول لهم وان كنتم تتالمون وان كنتم وان كنتم، يقول لهم روح المجد الله يحل عليكم هذا الفرح. ملكوت الله فرح. سلام. ماذا يصنع به الإنسان؟ ماذا تصنع به ظروف الحياة؟ ماذا يصنع به عدو الخير؟ لا، سلام، 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 ده بترن جواه، بترن في أعماقه، سلام، سلام، قال الرب للقريب والبعيد، سلام، سلام، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم، أعطيكم أنا سلام يتدفق في الأعماق. لا أنا ولا أنت نقدر نعملها. دي نعمة ربنا اللي جاءت إلينا بالتجسد. أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. مش لما عرفنا المسيح واتولدنا من فوق خدنا الباكج، خدنا الرصيد حطيناه في الباكج حطيناه جواه وبنسحب منه. كتاب ما قالش كده. كتاب بيقول من مليه نعمه فوق نعمه، نعمه ونعمه، من يوم ليوم نعمه. خلي البذره بتاعه الحياه الجديده اللي هي دايما موجوده في بيئه الحب والنعمه الالهيه. وانا موجود في بيئه النعمه والحب الالهي في عمانوئيل. في نعمة التجسد التي جاءت إلينا، وأنا موجود فيها مرة ورا التانية، هعيش أكتر وأكتر، هتعلم أكتر وأكتر حياة البر، وأعيش حياة الفرح، والسلام الذي يفوق القوة، والقادر بنعمته أن يفعل فينا أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي بعد. بنعمة الله التي لنا في يسوع.
بارك الله يا رب. ربنا يسوع المسيح وباركك يا رب، اشكرك. عظيم انت، عظيم انت، ما اعظم اعمالك، ما اعظم محبتك، ما اعظم نعمتك، ما اعظم عطاياك. من كتر ربما حياتنا بعيده عن هذه الصوره مش قادرين نصدق ان ده ممكن يكون لينا، لكن بنشوف صار ليوحنا وصار لبولس وصار لكثيرين، وهذا ايضا لينا. علمنا نعيش معاك يا رب يوم ورايوم، وناخد منك نعمه فوق نعمه، ونتملي بحبك يوم ورايوم، ونسمع الصوت علشان ما نحسش ابدا احساس ذنب وبيننا اننا محبوبين، اننا اولادك المحبوبين القريبين الغاليين اللي مكتوبين ومرقشين على كتفك. اشكرك وبارك، اشكرك وبارك لك المفتي. لأن قد عرفنا أن قدس الأقداس هو عرش النعمة،